كرينا شيباني لايك. وصلنا رينا للديسكونكتد شاتنج، الأسئلة الغير مترابطة. أحيانا بحفلات ملكات انتخاب الجمال يؤخذ على بعض الفتيات أنه الأجابات على سطحية، بس أحيانا الأسئلة بتكون ما بعرف إذا كتير كمان عميقة. مرة صار في سؤال هيك لفت لنظري وحابة أني أطرحه عليك، شو بينقص الرجال اللبناني؟ هيك كان السؤال، شو بينقص الرجال اللبناني؟ ما بينقص الرجال، يعني ما فينا نجمل الرجال اللبناني، كل انسان عنده صفات منيحه وصفات ما منيحه حسب كل رجال، يعني ما فينا نعمم انه الرجال اللبناني. طب وقتها كانت الاجابه استحت الصبيه، ما بنلومها لانها استحت، قالت انه بعدين بقول لك، فردت صاحبه السؤال اللي هي من لجنه التحكيم، فهمت عليكي وصارت تضحك. بهالمحل ما في غباء من اللي سال السؤال برايك؟ في غباء من يعطي صوره عاطله، في غباء من اللي سال السؤال وفي غباء من اللي جاوب على السؤال اكثر. أولا لانه كان فيها جاوب جواب يمكن مثلي، ما عم اقول انا جوابي كثير بارفي، بس الفكره انه ما فينا نعمم بهذا الموضوع. مش كل الاصابيع الايدين مثل بعض، ونزيد الشيء مش كل الرجال مثل بعضهم، ان كان رجال لبناني او من جنسيه ثانيه. بس لما تقول فهمت عليكي بيضحك، وصار الاشاره لشيء معيب ينقال عن انسان مرأة، صار فيك متنوع، يعني هذا الشيء بالعكس يمكن هي حابه تسال هذا السؤال لتشوف هالبنت شو المضمون اللي براسها، او هي كيف تروح نظرتها للاشياء وقدرت. بس الرياكشن تبعيتها بعد الجواب هي اللي ما كانت منيحه، لما قالت لها فهمت عليكي وصارت تضحك. انا شكلهم طيناتهم ما منيح. من الاول هيك أزبط. بس انه الاسئله ايام هي بتكون مهزوزه، يعني كانها احيانا بتحسي هيك؟ بتكون مهزوزه، بس كمان البنت حسب، يعني ولا نهار شو ما كان السؤال، اذا انت عندك براسك باجاج فكري او ثقافه معينه وصلتي لها، شو ما جاوبتي في العالم تستوعب جوابك، يعني شو ما كان السؤال وقد ما كان صعب. في سؤال انسأله غيرك انت حابه انت تجاوب عليه؟ في كثير اسئله بحب انسى، يعني اوقات بكون عم بحضر شيء يمكن بيقطع سؤال، بقول عندي جواب حلو لهذا السؤال. طب عندك جواب حلو لهذا السؤال؟ اذا هلا اتصلوا فيك قالوا لك رينا انت قولي لنا اربع اشخاص يشاركوا بلجنه التحكيم الخاصه ب مس لبنان اللي جايه، سياسي، فنان، اعلامي او اعلاميه طبعا، وملكه جمال سابقه، مين تختاري؟ سياسي مين؟ سياسي صراحة سياسي حسب البوست تبعه، يعني ايه بمعنى بقول انه يمكن مثلا بنقي وقتها يمكن وزير السياحة او وزير ايه يقدر يضيف شيء لهال 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 ايه، بس مش بالضرورة، في احيانا يكون شخص عنده ذوق شخصي بلا ما يكون عنده هذا البوست. هلا ما رح اكون انا كثير متعمقة بذوقه الشخصي، ايه بعتقد انه البوست تبعه يمكن يقدر يساعد الملكة الجديدة. طب ومين فنان او فنانة؟ فنان او فنانة؟ صعب فنان او فنانة. ليه؟ على شو بدي استني التنقيه؟ يمكن على قد ايه عنده اذا بدي كره، يمكن قد ايه مرهف بالاحساس. كلنا فينا نحدد الجمال رينا بالاخر، مش كمان كل واحد عنده وجهه نظره الشخصيه، بس مزبوط. مش كلهم يعني بيعرفوا على قياس، احيانا اللي بيطلع ملكه جمال العالم ما هي تكون احلى وحده برايك او برايه، صح؟ معك حق. مين برايك الفنان اللي عينه حلوه؟ رح نقيه اجنبي. يلا بحس خوليو انا. ايه ليش مش عربي مثلا؟ ما فهمت، وليه مش لبناني تحديدا؟ كل هالناس اللي براسك يمكن بدي افكر شوي تنقيه لبناني، لانه في كثير ناس يمكن عندهم احساس مرهف، بس بحس شخصيتهم ما انا خارج يكونوا قاعدين عم يعملوا جماعة على بنت. مثل مين يعني اجى براسك هلا؟ اجى كثير ناس عندهم احساس مرهف، بس ما بحس انا بحطه بلجنه. اعلامي او اعلاميه؟ اعلامي او اعلاميه؟ حطيك انت ريما. هيدي هيك لانه بوجهي هلا؟ اول شيء انا بتحبيني كثير. مصلحه يعني. وانا بحبك. مصلحه. لا بالعكس، بس برجع بنقيك انت. انا نقيتك انت. ما حتزبط. ملكه جمال سابقه، في حدا براسك برايك في قيم بطريقه منطقيه؟ صراحه كلهم مثل بعضهم. كلهم مثل بعضهم. طيب خلينا نروح على فكره مستر لبنان، انت كصبيه بتحبي هالفكره؟ انه يكون شاب عم يتقيم على شكله؟ ما في يقول ما بحب، لانه بيطلع كثير بالعكس، يعني كل انسان عنده طموح، كل انسان بحب يمكن يوصل لاشياء، بكون عنده احلام، وعن جد في شباب كثير حلوه. يعني انت بتشجعي ابنك رينا بكل صراحه؟ بابنك او زوجك يفوت بهيك مساله؟ اذا ما ابني او زوجي؟ ايه صراحه يعني هلا هو التركيز دائما على شكل الشاب مش كثير مقبول، اكثر تركيز على الشخصيه. بس ما في يقول ما بحب، لانه في ناس عن جد بيكونوا كثير جمالهم مميز، نعتبره شاب بتشوفيه عن جد مثل القمر، عنده طلة فحلو ياخذ الفرصة انه يبين. قصدك بتقولي عن جد هالشاب يمكن لازم ياخذ مثلا فرصة بالميديا او لازم يبين. بس انا ضد انه فكرة بس التركيز على شكله، لا لازم يكون في مضمون وفي عمق، لانه الشاب بتكون عنده شخصية طيفرضها ابعد من مجرد بس الشكل. اكيد. ملك مكتبي خصص حلقة لملكة جمال البدينات، وكلنا حيينا عليها لانه عن جد حلو هاللفتة منه. انت كيف شفتي هالفكرة؟
أنا شفتها فكرة حلوة أي. بس كمان عندي كم ملاحظة يمكن يلا أكيد بكل تواضع بكل محبة لأنه أنا أول شيء حبيتها للملكة اللي طلعت وحبيت جرأتها وكثير حبيت الريبورتاج اللي عملته على LBC جيسيكا وجيسيكا وجيسيكا كثير وجهها حلو أي. بس أنا مع فكرة إنه لازم نضل أصلا هن كمان ضلوا يوعوا يعني هو بالحلقة ضل يقول إنه مع إنه البدانة بتأذي ما فينا ننكر هذا الشيء نعم. مش مقبول شخص يتعدى الـBMI او الوزن الطبيعي مشان صحته لصحته مش مشان شيء ثاني ولا مره كان المظهر معيار دائما بنقول نحن صحتنا اهم شيء اصلا في حتى ايام سخريه من الاشخاص اللي رفاعه زياده كمان مزبوط. هي انه انا بقول اكيد هي السخريه لازم توقف يعني على كل الاحوال على كل الاحوال السخريه لازم توقف على كل الاحوال الانسان لازم ينتبه على صحته ان كان ناصح او ان كان ضعيف طب شو رايك بالمقابل يعني الشيء اللي عمله مالك كثير حلو بس مقابل في عندنا ملكه جمال البطاطا والكفته والمشمش هودا وين؟ وين ما كان انا هودا ضدهم ليه في حزقه على هاللقب كثير؟ ملكه جمال؟ ايه حزقه الواحد بده يحترم في كثير عالم بتحب تكون ملكه جمال بس مش كيف ما كان كمان خلينا نفوت على الانبوكس انت بدك تبعتي مسج لحدا لمين بتقولي من كل علاقه؟ علاقه؟ ايه أنا هذا من نظرية بالحياة رح أقول من كل عقلك يلا. لكل شخص عنده تفقد الأمل بالحياة أنا عندي شغلة بضل فكر فيها بقول إنه قد ما الإنسان وصل لأشياء صعبة دائما في أشياء أحلى نطرته مثل الستيتمنت اللي حطيتيه اليوم عن جد ريما يعني أنا يمكن عمري صغير الإكسبيرينس تبعي بالحياة بعدها صغيرة بس أنا هيك دائما بيصير معي يور بوزيتيف دائما وقت يصير معي شيء ما حلو دائما ثاني نهار بصير معي شيء أحلى حلو على كل حال الأمل من كل قلبي لمين رينا؟ من كل قلبي لمامي بعيدها بعيدها شو اسمها مامي؟ سميرة سميرة وأنا كمان اسمها سميرة مش معقول أمي؟ والله صدفة إيه؟ واو إيه؟ حبيت عيدها لأنه هلا عيدها وإلا أنا نحن بنعيدها كمان الله يخلي لنا إياكي وتضلي فوق راسنا والبوسة الكبيرة لمين؟ البوسة ماما لا البوسة لمين؟ البوسة؟ إيه شو؟ ما تقولي ما حدا كمان طب خلينا نقول انه بيك ناطرك برا خلينا نعطي البوسه له اكسبشن لهالمره قبلنا انه يكون حدا بيقربك بوسه لبابي بوسه لبابي شو طلبت على ريكرياسيون؟ كنت كثير حب المنقوشه بالموجه هلا حيفوتوا ناخذ بريك ونرجع بعدين نتابع بريك لايك رينا شيباني لايك